المظاهرات الوحيدة التي يسمح بها في الجزائر هي التي يسب فيها الخنافيش والحساسيس والعساعيس والسعاسيع المغرب. فوالله العظيم إلا مهزلة 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 مهزلة، ما عمر شفت أنا شي مهزلة وقعت في التاريخ أكثر من هذه. مخزن يا جبان يا عميل الأمريكان، فينا يا فلسطين؟ هادي رخص هادي خصها 77 لايف اخوتي المغاربة الله يهديكم، هادي خصها 77 لايف، هادي هادي خصك ما تحبس 7 ايام. هادي راه بحال هذيك ديال سبابنا المخزن سباب عذابنا. راه في فرنسا مشاو يحتجوا على فرنسا، صدقوا كيقولوا المخزن سباب عذابنا. والله والله مشاو يديروا الذكرى شي حاجه ديال فرنسا، شي استعمار ولا شي قتل ديال الناس ولا شي ثوره ولا المهم 19 مارس، يديروا داك الشيء ديال الجزائر مع فرنسا، فهمت؟ وخرجوا قال لك المخزن سباب عذابنا. ودابا خارجين مع فلسطين، شوف على شعار، شوف شحال بيهم بعدا، واش شحال بيهم ولا؟ بدات نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 المهم شي 40، حسبت انا بين 40 و50. هذه راه ما عمرها وقعت. البيستاش العبيط ابو سبير الغبي اقلط اللي مازال واحد مع راسو، هذه ما عمرها وقعت في العالم. المغرب غيديروا مسيره وغيجبدوا الجزائر، تونس غدير مسيره وغتجبد ليبيا، ليبيا غدير مسيره وغتجبد مصر، العراق غيدير مسيره غيجبد سوريا، سوريا غدير مسيره غتجبد لبنان. هذه ما عمرها وقعت في التاريخ، غير عندكم والقزازيع والمعقدون في الارض والمعقدون في الارض والسيكوباطيين والشيه تاع الويل، وفضحتوا الجزائر، فضحتوا الشعب الجزائري. والله العظيم الا دابا الشعب الجزائري مسكين صار ينداله الجبين، والله الا ولا قاره التصلات ديال التواصل ديال جدر الابواب النوافذ نتاعكم. والدليل الدليل اللايفات نتاعتكم 40 50 60 70 واحد، راه ما يمكنش تدخل لكم الراس صاحبي، راه خصكم ديروا تقييمه صاحبي، ديروا ايفالواسيون ديال شكون كيسمعكم. انا سعيد برنوس ياك مغربي، يفترض ان المغاربه هما اللي يكونوا معايا بزاف، وراه عندي والله شي نهار نوري لكم الاحصائيات، اللايفات نتاعي بين 30 و40% نتاع لي زالجيريان، يعني هنا عندي 2400 شحال هي 40%، شحال هي 40 نقسم على 5 ندي جوج ياك، نقسم على 5 كتدي 500 و600 1200 لا 1000 جزائريين كيتبعوني في اللايف، انا 800 900 1000 المهم بين 500 و800 حنا ما نطلعوش بزاف. ايوا راه كيفاش صدقت انا مؤثر اكثر منكم، ها بلا اللي كيتبعوا ياسير، بلا اللي كيتبعوا الراي المغربي، بلا ملي كنجمعوا حنا كنوصلوا 13000 بحال البارح. اش عرفتي ولا ملي كتجمع بيليغرو صاحبي 13000 ها غنبقاو نديروها مره في 15 يوم 10 ايام يلاه ديروا ديروا انتوا ما ديروا، كيتجمعوا البيستاش كاملين كيجمعوا 150 130 140 صافي. فلسطين تحرات، عاصمتها القدس الشرقية غنى عمي إلى حدود 67، تحلت المشاكل ديال المنطقة بفعل هذا الشعار العظيم الذي رفع في الجزائر.
زدا وزدا وابن عمي ساس دا تيس وجدا سنتقوقو. والله العظيم الا خولي قولي يضحكون انا بالله اقسم بالله الا احسن دوله في العالم بالله التي نشوف هذه في الامه العربيه ولا في الكره الارضيه يحرم من تضامن معكم الا الجزائر. والله ما كاين شي شعب حرم من التضامن قد الدوله الوحيده التي حرمت شعبها من التضامن مع فلسطين. واجد ايو كيحلوا اللايفات كيحلوا اللايفات عوض يناقشوا هذا الشيء شنو كيديروا. داك قادر بيستاش العابط قزع بن كزع هذاك اللي قال لك عنده معلومات شخصيه عليا داير فيديو كيقول لك المغرب والملك ولجنه القدس. يا ودي دابا نسها المغرب دابا نتوما راكو على الميحك نتوما السمعه ديالكم كامل نتوما واسعه الشرعي سمعتكم على الميحك فإما أن تخرجوا وإما أن تصمتوا ولكن يبدو أنكم لن تخرجوا ولن تصمتوا. علاش؟ ما عندكمش الوجه عندكم هنا تشابة أنا مازال ما شفتش قصدير تشابة شي الوجه نتاع القصدير بحال اللي عندكم هاد الشيء نتاع النظام الجزائري وعند أسعد الشرعي. أسعد الشرعي قال لك تنتفخ أوداجه وانت خرج انت ما تنفخ لا اوداج لا زاد انت خرج اسعد الشرعي وخرج هالعار الله يرحم ليك الوالدين كتبها. شوف انا نصيفط لك تيفينا كتبها بالامازيغيه باش ما يعرفوش يقراوها كاع صافي خايف من العربيه انا غنصيفطها لك بتيفينا. والله عندك اقتراح انا بعدا غادي نفكك من هاد الحريره نصيفطها لك مكتوبه بتيفينا ما غيفهموهاش النقالزه حيت مازال ما وصلش تيفينا لا وصلات راها في فيسبوك راها في ولكن غيكون زعما ماشي واحد في المخابرات البريطانيه كيعرف تيفينا يقدر. كاين حق بصح كاينه واحد السيده كنت كنعرفها دارت الدكتوراه ديالها في الامازيغيه هنا في المغرب وهي انجليزيه سي 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 سي, سي. كاينه اذا حضي راسك من داك الدكتوره استنى نعيط لها نشوف فين راها انت مشي إذا مشات هي للشرق أنت سير للغرب. إذا مشات هي للغرب أنت سير للشرق. يا الله ينعلي ما يحشم، الله ينعلي ما يحشم. المهم هاد بن قرينا هذا البطل الذي وقف مع فلسطين. مزيان. دابا غنسمعوا ابن عمي بن سديره. ابن سديره السعيد بن سديره. أنا استغرب من نظام ودولة تقول أنها مع الشعب الفلسطيني ظالما أو مظلوم وصدعت لنا روسنا دولة اسمها الجزائر صدعت لنا روسنا بفلسطين ظالمة أو مظلومة. والله عمي السعيد إلا عندك الحق بالله واخا شي مرات هي كتزفت شي مرات كدير شي خرجات ديال ولكن اتفقت معك في هذه صدعوا لنا راسنا بن عمي والله إلا فرعوا الكاف ديال العالم الكاف ديال العالم مخربق الجزائر مع فلسطين ونحن مع فلسطين فلسطين بعد ربي السلامه يا ربي سير السعيد سير احنا مع فلسطين وكذا ومن بعد لما يخرج الشعب في مسيرات شعبيه مثل هكذا يعني نساء ورجال وحتى شباب وشابات صغار مثل ما نشوفوا في الصور شيوخ مثل ما نشوفوا يخرجوا في مسيرات عفوية خرجتهم غريزة حبهم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية خرجوا لمساندة الأشقاء الفلسطينيين اللي عايشين في محنة اللي عايشين في نكبة اللي عايشين في شعب خرج لا يحتاج إلى تصريح لكن الحكومات الجزائرية والنظام الجزائري والدولة الجزائرية التي تقول أنها مع فلسطين ظالمة ومظلومة تستضيف القيادات الفلسطينية في اجتماعات عن مساندته عن حزنه عن
ألموا مع الشعب الفلسطيني وخاصة سكان غزة، لا تخرجوش، اعتقال النشطاء والشرطة تعتقل وكذا مثل ما شفنا كاين. ايش غدير السعيد؟ هذا هو النظام نتاعكم، هذا هو السعيد المجيد نتاعكم. عينا نهضروا معاه، عينا نفهموه، عينا نقولوا له ودي حشومة تبهدلوا الصورة نتاع الشعب نتاعكم. راه من العيب والعار صاحبي، كاع الشعوب خرجت، كاع الشعوب قالت الكلمة ديالها، كاع الشعوب قالت الكلمة ديالها. ها ايوا، وجات الجزائر وحبسوا. انا كيبان يمكن كوريا الشماليه غيكونوا خرجوا، كوريا الشماليه وكوريا الشرقيه ما يخرجوش سميتهم. لا حول ولا قوه الا بالله، ترى مصيبه ولا لا مصيبه بالله.